مرحبا بكم الناس الكل في اخبارنا الرياضيه. نحكي عن رابطه المحترفه الاولى لكره القدم. النجم الرياضي الساحلي يستضيف نادي حمام الانف والنادي الرياضي الصفاقسي يلاقي نجم المتلوي. باش نشاهدوا اكثر تفاصيل على هذا الموضوع ما تنساش مع الفيديو ابوني للشان يوتيوب نتاعنا باش توصلك كما قلنا اخر الاخبار. تدور اليوم الخميس 7 مارس 2019 الدفعة الأخيرة من الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ويتضمن البرنامج زوز مواجهات بين النادي الصفاقسي والنجم المتلوي ومن جهة أخرى النجم الرياضي الساحلي ونادي حمام الأنف. وستكون لزوز مواجهات حاسمة على مستوى أعلى للترتيب بالنسبة للنادي الصفاقسي وكذلك النجم الرياضي الساحلي، كما ستكتسي أهمية كبرى بالنسبة لنادي حمام الأنف وكذلك نجم المتلوي الباحثين عن الخروج من مؤخرة الترتيب. يذكر أنه لزوز مواجهات باش تنطلق مالي ساعتين أونس.